اسمحي لي المهمة وناخد بيديك وناخد بيديك وهدي روحي باللي رضي. اسمحي لي الميمة وناخد بيديك وهدي روحي باللي يرضيك. الميمة الحنينة صورتك بين عينينا، الميمة الحنينة صورتك بين عينينا، تمنى روحك تبقى لينا بك نوجدو ما بغينا. اما حنا انو احنا انو تزيد وريون واتشايد سلسي هذا تزيق بالظن وتصير دي يا بزيخ تحضر يا ضنبوق، تصير دي يا بزيخ تحضر يا ضنبوق. اما حنا نو اهيونو تزيل غوريون ست الحباب آيب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة. يا ربي خلي يا أمي يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب حبايب يا حبيب يا حبيب. أزمن زمن سهرتي أزمن سهرتي وتعبتي وشلتي عن همي لالي ولسه برضو دلوقتي بتحمي الهم الدافي. تكلمتي على العاطفة وكانت البداية بأغاني عاطفية، واش ممكن دابا في الآن نقولوا بأن السي محمد درويش تحول من الأغنية العاطفية إلى الأغنية الملتزمة؟ واحد اليوم واحد الجريدة وهذا صديق ديالي وسمعني تنقول الخدود ورود تفاح شمس طلعة في صباح نظرة منه تحية الرواح عافك له وحدة وانتقدني في جريدة قال لي ما بقاش مسموح لك تقول بحال هكا. إذا حتى السن لله تفوت 50 وعيب باش الإنسان قلب على موضوع قلب على موضوع قلب على كلام قلب على نهي. ملي تنقولوا ألا يا عظيم العفو عبدك مذنب غريق كثير الذنب عفوك أعظم، هذا كلام آخر بغينا ندرجوه. راه تلقاو الصلاة والسلام على النبي، هذا خير دواك يا قلبي، يا ربي اغفر لي ذنبي ويا ربي فرج كربي. الكلام الكثير خبت وسيد الناس كيسكت يجلس في الجمع وينصت ويحكم اللسان لا يفلت. هكذا وصل السي محمد درويش الأغنية من عيامة مثل أغنية سيدي ربي جود غيفي أغنية الأيام أني خنكيرينو، يعني هذه المعاني الثقيلة والسامية في بعدها، يعني في بعدها العميق في بعدها ودلالتها العميقة. ملي تنقولوا يسني ما قبينا مان ديال الاخ ديالنا ما قبينا مان يسني خنكي يالينو الذي سيتا وندي وينو السان اللي يرسي سيوخ
أزدغ نسوجيخ يزدغ أمي ور الليخ اللي يار نقاز دي ربين وردو فيخ شي زويراخ زمان يي خوردان أمزز آمان إسالي خاني يهديس بدا دي أمورينو كان شي سفن أيا شارين ويخاتل وغزبو وريوليف أيا يسوس مخايا يدو سيخ دان زيوم يا شار تدوخ هاي رسين وما دي استموت ماذا والا ولقيم يعدرخ أنسى يعدرخ أنسى وال يوضو عقانس نغي نغي غي يلا صغر شي نافر أوالا عرفات شع ترار دامان سمون تيش ضران إيه مورنش هاتين سوزوزف إزغران ورتضميع ما يجي النايم إلى آخر إسيولي سلي سيوار دسني ذم من وجود بغي يا سيدي ربي جود غيفي إلا غرشو نالك بلا تدناوين بغي يا سيدي ربي جود غيفي إلا غرشو نالك بلا تدناوين نميت ريت مغاروري ريشات باطس ولي خلد أكذوك سيدي تنباضين يا سيدي يا ربي جود غيفي لا غرش النار لا تدناوين لم يدريد مغلط ولي جباطس يخل أبذيك سيدي كذي الباضين لي ابن ربي الدولي دي يتداشر يفن الحواري تلاوي قنوطق يا راب حور يا دين وايدي يا من يكتير ذوحش نتزمان التفوي ضربي ضمر بازة يوسن ريني تلاين دويو قبدي دوسن ولاس الزين الواحد الموجود خلق باشا لنا مدنيدين كشاد ما يديوسا يرضو في قبيلين كشار وسقنس إلا يدانا لناس ما دي خلق لكل نور نور جبلانا ما شاء الله وكوري اللي كنا مياسين أمو النات الحل أمو مزبوط يموت الذي خلاص الماضي انت يدوري لا تسري أدواسي بالدق واسم شيء إساد زغني إذا الكلام الشعري كيفاش كتعامل مع سي محمد؟ أنت نتعامل بكاين الشيء اللي أعطاه الله ودخلوا لي في ضميري وفي عقلي وفي صدري وكاين الشيء اللي خصني نبحث عليه وكاين الشيء اللي تنحلله عداد إلا بغيت نذكر لك كتاب الكلمات وأصدقائي 100,000 حمد رامي عندنا سي محمد تسميوك ملك الوتر مستحيل أنت فخور بهذا الحمد لله إنها لا في أوروبا ولا في بعد ميادين ثقافية ولا غربيين ولا مغاربة ولا عازفين عندنا محترمين كيقدروا هذه القيمة الفنية كيقدروا القيمة الفنية وكيفاش نقدنا هذه الآلة اللي كلامها تتصرف اليوم ديال 5000 سنة بغينا في هذه النقطة نشوف علاقة سي محمد بآلة الوتر من طبيعة الحال بدات وتطورات أنا ديتك بالليل وضي القمر من قديم زمان سماوك الوتر آلة تقليدية تاريخية آلة الوتر آلة مغربية
هذه بدون مجاملة هذا أوتار ديال المغاربة، تعزف به الملحون، تعزف به الأغنية الأمازيغية، المرساوي، من كان يعزف على آلة الكمان في القرن 1490 يعني نهاية القرن الخامس عشر قبيلة أي تحديد في الأطلس، وما اسمه راه باهد بوين غميسن. في القرن السابع عشر عزفوا الناس آلة الوتار هنا في قبيلة شقير وبراها. تيتين ولون تيتين دربوكان تيتين مسمس لنتفا يود العداد أقلان أريد من المقامات الموسيقى سبعة أقلان ما يديد زياد شان بنادم ما يشربش العقل يضن مم ليكور أيد قلو طرح أتزايد لو أهلان المزيغ نيكات النمازيغ تسع تلف انت ثور ستير العشور تاثتين تاريخ ثانتين مزورة اللي قاختي وضم بلامان اخسا اتنسي وغرسان سانس ازدي ارنو رزو المدارس نوياد اغنجا ومالي متى انت مش دندقر تاش الحيث ميزان سوس قل وطن مزرن انتفاق